لكل دين طقوسه وأسلوبه في العبادة، ويعتبر الدين المسيحي أكثر الديانات تشويهاً واستهدافاً من قبل أعدائه. من أجل ذلك يسرني أحبتي أن أخصص هذه الفقرة للحديث عن الأعياد والعبادات والطقوس المسيحية، لنعرف ونفهم كيف يعبد المسيحيون ربهم. ربما يستغرب البعض حين أقول بأن المحبة هي أول الفروض المسيحية، بل وأعظمها كلها. نعم، أعظم من الصوم والصلاة، ففي الصلاة والصيام قال المسيح لنا: فمتى صمت أو متى صليت؟ فلم يستخدم صيغة الأمر، ولكنه أمرنا بالمحبة فقال: أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، احسنوا إلى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم ويطردونكم. نعم، بهذا أمرنا المسيح أن نحب الكل حتى أعدائنا. فتأكدوا أعزائي أن أي تصرف ينم عن كراهية من أي شخص مسيحي بأنه أمر ليس كتابي ولا يمت للمسيحية بصلة، بل هو خلاف لها. أما الصلاة في المسيحية لا تحتاج إلى وضوء، فإن الله ينظر إلى نظافة وطهارة القلب لا الجسد فقط. فما الفائدة أن أقبل على الله نظيف البدن لكني متسخ الأفكار وناجس القلب؟ كما أن في المسيحية لا يشترط عليك أن تتوجه صوب جهة معينة، فإن الله موجود في كل مكان، ولكن وجه فكرك وقلبك وكلامك إليه وسوف يسمعك. كما أنه لا يوجد قنوت في الصلاة المسيحية أبدا، بل دعاء للناس لا عليهم. وكذلك لا يشترط علينا كمسيحيين أن نردد كلاما معينا أو حركات معينة في كل مرة نصلي فيها، أو متناسقا كأن يكون فيه زجل، بل تحدث مع الله بكل راحة وأريحية وبساطة، في البيت أو في السيارة، في الطيارة أو أي مكان شعرت فيه بحاجتك أن تصلي لله. وأما الصيام في المسيحية فليس بفرض، ولكن شرطه الوحيد أن يكون لله لا للناس، كما يفعل المراؤون. كما أوصانا السيد المسيح في الصيام أن لا نكون عابسين أبدا، بل نكون مسرورين فرحين، حيث قال السيد المسيح: ومتى صمتم فلا تكونوا عابسين كالمرائين، فإنهم يغيرون وجوههم لكي يظهروا للناس صائمين. الحق أقول لكم إنهم قد استوفوا أجورهم. وأما أنت فمتى صمت فادهن رأسك واغسل وجهك لكي لا تظهر للناس صائما، بل لأبيك الذي في الخفاء فأبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. كما يجتمع المسيحيون في الكنيسة كل يوم أحد، وفي المسيحية كل أيام الرب مباركة، ولكن ليومي الجمعة والأحد منزلة خاصة. فيوم الجمعة هو اليوم الذي صلب فيه السيد المسيح لأجر البشرية، وأما يوم الأحد فهو اليوم الذي قام فيه المسيح من الأموات. وفي الكنيسة يجتمعون للشركة في إعلان محبتهم لله وشكرهم وامتنانهم له، حيث يتم هناك التسبيح لله من خلال بعض الترانيم أي الأناشيد والأشعار الدينية. كما تدرس كلمة الله نتعلم فيها عن المسيح وعن أمور حياتنا، لتختم بعد ذلك بالصلاة الرسولية غالبا والشكر لله على نعمته وخلاصه لهم. كما يفهم الناس خطأ بأن المسيحيون يعبدون الصليب، ولكن في الحقيقة لا يعبد المسيحيون الصليب أبدا، ولكنه رمز خلاصهم وبشارة نعمة الله لهم. كما للمسيحيين عيدين اثنين، هم عيد الميلاد وعيد القيامة. أما عيد القيامة فهو أعظم الأعياد المسيحية وأكبرها، حيث يستذكر فيه المسيحيون قيامة المسيح من بين الأموات بعد 3 أيام من صلبه. أما الاحتفال بعيد الميلاد فهو احتفال بمولد السيد المسيح، حيث يحتفل كل العالم بهذا اليوم العظيم، ذلك اليوم الذي ولد لهم فيه مخلص، فعظم اليوم بعظمة المولود.
وأخيرا أتمنى أن ألقاكم قريبا، ولله المجد الدائم إلى الأبد، آمين.